يعطيكم العافية. ظل الظروف الصعبة اللي تمر فيها المملكة الأردنية بسبب فيروس كورونا، نسأل الله إنه يحمينا ويحمي أحبابنا. أنا هاني عبابنة، طالب هندسة مدنية، راح إن شاء الله راح أشرح لكم مادة السكن لكالكولوس 2. أول إشي راح نبلش بشابتر 11 السكشن الثاني اللي هو أول موضوع اللي هو السيكونس. شو يعني سيكونس؟ مجموعة لا نهائية من الأرقام المتتالية، هاي بتكون تمشي حسب قاعدة معينة. خلينا نشوف مثال على هذا الفكرة، ويعني والشكل العام تبعها هيك الشكل العام. هاي القاعدة الأساسية اللي بتكون ماشية عليها، هذول حدود السيكونس. هاي حدد لي إياها كرقم، أعطاني مثلا 5 4 3، تمام. ما حدد لي إياها راح تكون بتبلش من الواحد. كيف طريقة فك الحدود يعني بالسيكونس، أو عشان أوجد التيرمز لهم، باجي بعوض 1 3 4، بعدين 5 لما ان بتساوي 2، لما ان بتساوي 3 6، لما ان بتساوي 7. بعد هيك يعني بهذا الشكل، هاي التيرمز لهم بشكل عام. بعد هيك نيجي نحكي عن طبيعة الأسئلة اللي بتيجي على السيكونس. في شكلين، يا أما بيجي بعطيني قاعدة وبطلب مني هذول الأشياء، يا يعني التيرمز لهم، هذول اسمهم تيرمز، يا أما بيجي بعطيني التيرمز وبطلب مني القاعدة إني أوجدها. خلينا نشوف أمثلة. بيجي مثلا واحد بيجي بحكي لي عندك ان تربيع زائد 1 ل ان بتساوي 2 لما لا نهاية. بيجي بحكي لك find 3 terms. كيف التيرمز بوجدهم؟ باجي بعوض ان بتساوي 2 4 زائد 1 5 3 9 10. 3 بده 3 9 10 4 16 17. هاي الثلاث تيرمز، هذا الترم الاول، الثاني، هذا الثالث. الشيء الثاني بيجي بيحكي لي انه يجي يعطيني تيرم جاهزين. مثلا نشوف هذا 1 4 9 16 25. بدك تعرف انه العدد بيكون التيرمز كافي حتى اوجد انه القاعدة. دائما بدك تعرفه انه ان بتساوي 1 للما لا نهاية. طيب طبيعة الاقتران كيف؟ لما كانت ان بتساوي 1 طلع الجواب 1، لما ان 2 4 3 9 4 16 5 25. انت بتلاحظ انه ان تربيع، يعني 1 تربيع، وبهذا الشكل هذا اوجدت القاعدة انت بتكون. طيب الاشي اللي بعده راح يكون، شوف في فكرة جديدة اللي هي انه يعني لازم نوهلها. سالب 1 ثلث، سالب ربع 5. بدك تعرف انه ان بتساوي 1 لما النهاية. سالب 1 قوة ان. هاي كيف عرفتها؟ عرفتها لما يكون عندي سالب موجب، سالب موجب، سالب موجب. لما يكون اقتران متغير بكون سالب 1 قوة ان. طيب لما كيف بدي اعرف انه ان زائد 1 ناقص 1 او هيك؟ دائما حسب التعويض. يجي بحكي لي هون سالب، انا بدي اياها الاولى تطلع سالبة، يعني 1 1 موجبة، يعني لما تعوض 1 تطلع سالبة، سالب 1. طيب طلع المقام قاعد بزداد 1 بزداد 1، يعني ان. طيب لما انت حطيت ان زائد 1، هيك واضح الفكرة؟ تمام. هاي اول وحدة وراح ننزلهم على الجروب ان شاء الله. ثاني شغلة راح نحكي عنه اللي هو المونوتوسيتي. هو عبارة، هاي سلوك الاقتران اللي بسلكه، يعني حسب اذا كان متزايد او متناقص او ايش. اول اشي بدنا نعرف ايش هو التزايد. انكريز، الانكريز 1 3 5، مبين انه الاقتران قاعد بزداد. ديكريز هو عبارة عن تناقص. كيف يعني؟ لو حكينا 10 8 6، قاعد بتناقص الاقتران. نون انكريز، هذول الجداد، هو عبارة عن تزايد لكن في تكرار. كيف يعني؟ تزايد في تكرار. هاي التكرار هو عبارة عن 3، ما بتعرف كم حسب. طيب بعد النون انكريز في عندي نون انكريز. كيف هو عبارة عن تناقص
تكرار، هذول أهم شغلات. طيب لو أجينا حكينا هسه هاي يعني هذول أشياء، طيب إحنا كيف بدنا نعرف إنه هذا increase أو هاي؟ عن طريق اختبارات، ثلاث اختبارات عندي. أول واحد اللي هو عند الريشيو تيست، إيش الريشيو تيست؟ هو عبارة راح يكون للبولينومي، هسه نشرح تحت، للاقترانات الكثيرة الحدود زي n زائد واحد وهيك. ثاني إيش الديريفيتيف تيست اللي هو عبارة عن اشتقاق. لمين هذا راح يكون؟ لللوغاريتم والاقتران أس اقتران. هاي راح نعملها عن طريق هاي. وآخر شيء اللي هو عند الالتيرناتينج، هذا لمين راح يكون؟ راح يكون للساين والكوساين والسالب واحد قوة ان والأشياء هاي. طيب هذول نيجي نحكي عن أول واحد اللي هو مين راح يكون؟ الريشيو تيست. الريشيو تيست، الريشيو تيست يعني هو عبارة عن A الان زائد واحد على A الان، بروح بقارنها مع الواحد. يعني باجي لما كيف بدي اعملها، بيكون عندي اقتران بعمل له هاي القاعدة، تمام، بعدين بروح بقارنه مع الواحد. اذا كان اكبر من الواحد انكريز بيساوي نون ديكريز، اذا كان اصغر يعني اقل من الواحد بيكون ايش؟ ديكريز بيساوي نون انكريز. نشوف اول مثال على هذا الاشي، نشوف مثال بسيط يعني اللي هو بيجي بيحكي لي ان زائد واحد من ان بتساوي واحد للمالانهاية. زي ما حكينا نمشي على القاعدة A الان زائد واحد على A الان بتساوي مكان كل ان زائد واحد، يعني ان زائد واحد زائد واحد على ايش؟ على نفسها ان زائد واحد بتساوي ان زائد اثنين على ان زائد واحد. هسه هذا الاقتران كيف بدي اروح؟ بدي احدد طبيعة سلوكه، يا اما يعني بيكون مبين عندي هون لما تيجي تعوض راح يكون البسط اكبر من المقام، يعني بيكون اكبر من الواحد، او ايش؟ بروح بعوض ارقام، ان بتساوي واحد، واحد زائد اثنين ثلاث على اثنين اكبر من الواحد، اذا هذا الاقتران انكريز. هاي رقم الصفحة 2، هاي ما بحطها بالش يعني بالتعويض، هاي بخليها على جنب عشان انه اقدر انا اميز. نشوف كمان مثال عليه، ان زائد 4 ان زائد 2 ان من ان بتساوي 1 للما لا نهاية. زي ما حكينا A الان زائد واحد على A الان، ان زائد واحد زائد اربعة يعني زائد خمسة على اثنين، انتبه لهاي ان زائد واحد يعني ان زائد خمسة على اثنين ان زائد اثنين. هاي كلياتها على ايش يعني راح تكون؟ على نفسها هاي ان زائد اثنين على زائد خمسة، لا ان زائد اربعة على اثنين ان، ونفس الشيء هون راح تكون ان زائد اربعة على اثنين ان. تمام، هسا مضطر انا ايش اروح اعمل؟ اوحد مقامات عشان اقدر اميزها، يعني ان زائد خمسة اثنين ان على ان زائد اربعة في اثنين ان زائد اثنين، واحد مقامات اثنين ان تربيع زائد عشرة ان، اثنين ان تربيع زائد ثمانية زائد عشرة ان زائد ثمانية. هاي بروح بقارنها مع مية مع الواحد، كيف بدك؟ مش عارف، بروح حكيت لك بتعوض، واحد اثنين اتناش، اتناش على
12 20 اذا هاي اقل من الواحد اذا ديكريز هاي كلياتها ديكريز هاي ما بدي اياها ما راح احتاجها نشوف مثال من الكتاب هذا من